تسمع بقى ناس شغاله هري وهبد ورغي بقالها سنين، اصله الاهلي بيكسب بالحكام، اصله الاهلي بيكسب عشان مش عارف مين، اصله ايه عشان اهلاوي. لكن بعد كل ده في لحظه صدق حقيقيه، كابتن احمد حسام ميدو نجم الزمالك الكبير في برنامجه يتلقى تقرير من الفيفا ينصف النادي الاهلي، فيتحدث ميدو. الفيفا يصدر تقريرا حول مستويات التنافس في كرة القدم حول العالم، أظهر أن مصر هي أقل دولة على صعيد التنافسية في قارة أفريقيا. مصر أقل، أكتر دولة في أفريقيا كان ليها بطل واحد في آخر 15 سنة. تبعا للتقرير، لم يفز فريق واحد بالدوري المحلي في المواسم الخمسة الأخيرة سوى في دولتين فقط. ده تقرير من الفيفا يا جماعة، لسه طالع النهاردة. هما مصر التي شهدت تتويج الاهلي في تلك المواسم، وغينيا التي شهدت هيمنه محليه مشابهه لفريق هرويا. في ال 15 عاما الاخيره تصدرت مصر ايضا الدول التي شهدت اقل عدد من الانديه فوزا بالدوري المحلي، حيث فاز بالدوري فريقان فقط، هما الاهلي 12 لقب والزمالك لقب، والغيت المسابقه في موسمين. وانفردت مصر بفوز فريق واحد باكبر عدد من الالقاب، حيث لم يفز اي فريق في افريقيا ب 12 لقبا في اخر 15 عاما. مصر شهدت ايضا فوز فريق واحد باكبر عدد من الالقاب المتتاليه في الموسم مواسم ال 15 الاخيره، وكان من نصيب الاهلي بسته القاب متتاليه. طيب ترجمت ايه الكلام ده يا جماعه؟ ترجمت التقرير ده الفيفا لسه عامله التقرير ده. مصر هي اقل دوله فيها تنافسيه. طيب الاهلي بيفوز بالدوري ليه؟ او اهم الاسباب اللي تخلت الاهلي يفوز بالدوري ليه؟ هل عشان الاهلي عنده احسن لعيبه، او هل عشان الاهلي عنده احسن لعيبه بس؟ الاهلي طول عمره عنده لعيبه كويسه، والزمالك عنده لعيبه كويسه، الكواليتي، الفرق الكواليتي ما بين الفرقتين ممكن في جيل من الاجيال يبقى هنا ازيد شويه وهنا ازيد شويه. واكبر دليل على كده ان منتخب مصر معظم تكوينه من الاهلي والزمالك بلس المحترفين دلوقتي، صح؟ طيب السؤال المهم، والكلام اللي بيقوله الكلام ده راجل زملكاوي اهو، ليه الاهلي وصل لمرحله ان هو بقى خلانا ان احنا مصر هي الدوله الاقل تنافسيه، ان هو بقى بيفوز بالدوري اكبر عدد مرات ممكن في اخر 15 سنه 12 مره؟ ليه؟ لانه افضل الفرق المصريه او افضل الانديه المصريه تعاملا مع الازمات. مفيش فرقه كره في الدنيا ما عندهاش ازمات، لكن الكوره مش ملعب بس. تاني، الكوره مش ملعب بس. فالنهارده لازم تفهموا ان الباد مانجمنت او سوء الاداره في اي فرقه كوره او اي نادي ممكن يودي النادي في داهيه. طيب ما قاله ميدو، ان سيبك بقى من التنافسيه مش التنافسيه، ما التنافسيه دي بتنصف الاهلي، ان هو النادي اللي بيكسب وبجداره وبطوله الدوري اللي هي بطوله النفس الطويل. فبيأتي ميدو ليقول لك مش بس علشان المسألة مسألة ملعب وسكواد قدام سكواد، لا، لأنه أحسن فريق يتعامل مع الأزمات. وهو ليه أحسن فريق بيتعامل مع الأزمات؟ هو الحديث طويل وفي تفاصيل، لكن أقول لكم أنا وأنتم عارفين على فكرة من غير ما أقول لكم، لأنه النادي اللي عنده دستور في التعامل قيمي بيرشده يا استاذ ابراهيم ايه الصواب في كل موقف، فبيتخذ القرار السليم. لما تتخذ القرار السليم انت تتخذ القرار العادل اللي ما يقدرش حد يقول لك من اللعيبه اشمعنى دي، فتفضل عندك فرقه اهم من الفرد. ايوه. واحنا نعم بالمناسبه يعني يعني احنا التيم ورك، الفريق اهم، الاهلي فوق جميع ابنائه، مصلحه الاهلي فوق جميع المصالح الضيقه التي تحكم الافراد داخل هذه المؤسسه العريقه اللي بتقدم وبتلهم العالم كله زي ما شفنا استاذ ميثم. احنا دلوقتي اذا اعتراف، وحتى هو له بعد كده لا تقولوا لي بقى الدوله والتحكيم، سيبكم بالكلام ده، هو كده الكتالوج اللي ماشي عليه النادي الاهلي، انه عمل مؤسسي لا يعترف ب يعني العواطف اكثر ما يعترف بالنظام. اذا هي الاداره وحته التنافسيه، انا بس ليها تعليق، لانه ربما البعض يفسرها انه الدوري ضعيف،
فعشان كده في اخر 15 سنه زي ما ميدو قال وحسب الفيفا ما قال انه في اخر 15 سنه الاهلي بياخد الدوري 12 مره والزمالك مره او والاثنين مرتين. طب وال 12 سنه اللي قبليهم؟ طب ما تيجي اقول لك في ال 15 سنه دول درجه التنافسيه الافريقيه بقى، ما تطلع لي بره النطاق المحلي، ايه التنافسيه الافريقيه في ال 15 سنه؟ نفس الحقبه الزمنيه اللي تقرير الفيفا استند عليها وعد البطولات المحليه والدوري فيها اللي ميدو اتكلم عنها. التنافسيه القاريه الاهلي رقم واحد على افريقيا في ال 15 سنه، لانه الاهلي في ال 15 سنه الاخيره ديت مده التقرير الاهلي واخد دوري، اولا واخد 13 لقب افريقي، 13 لقب افريقي للاهلي في اخر 15 سنه هي المده الزمنيه محل التقرير بتاع الفيفا. في ال 15 سنه 13 بطوله، فيهم 6 دوري الابطال، فيهم 6 سوبر، فيهم بطوله للكونفدراليه، 13 لقب. يجي بعد من الاهلي في دوري الابطال مازيمبي عنده 3 القاب في ال 15 سنه، الترجي عنده 3 القاب، وكل من صن داونز والوداد والترجي او الوداد وفاق سطيف والنجم الساحلي، كل واحد من دول عنده لقب. والزمالك في دوري الابطال الزمالك اول القابه كانت اخر القابه في 2002، خد بالك. لا الكونفدراليه لا انا بكلمك على دوري الابطال. الابطال دوري الابطال 6 اهلي، 3 مازيمبي، 3 ترجي، 1 صن داونز، 1 الوداد، 1 النجم، 1 وفاق سطيف، والاهلي 6 اقرب له مازيمبي، 3 الاهلي 6. فعشان كده حتى درجه التنافسيه القاريه يميدوا تنصف الاهلي وادارته. واطيح باربع القاب مستحقه للنادي عن الاهلي عن عمد. عن عمد. بالكل فاكرها، مره ادرام ومره مصيبه الوداد ومره اللي حصل في الترجي والنجم الساحلي والنجم العرجون وما ادراك ما العرجون.